طيب هم كانوا حريصين على زيارة استاد القاهرة على ما أعتقد، وبالتالي أيوة. كان هل هناك كلام يخص هذه الأمور؟ هل هناك كلام يخص إن احنا محتاجين بعض الأمور الخاصة في استاد القاهرة، محتاجين نعمل حاجة كنادي أهلي يعني؟ قالوا على بعض ملاحظات. الملاحظات، وكانت ملاحظات مش كبيرة قوي، وحتى المختلف سألهم قال لهم يعني هل الأمور دي توصيات ولا يعني حاجة ممكن تفسد أي شيء؟ فقالوا لا، إن الموضوع مش مفيش حاجة يعني الحمد لله محتاجة تدخل كبير، لكن يفضل ان كذا يتصلح كذا يبقى شكله ألطف، يعني كانت توصيات للتحسين يعني مش ان في حاجه معترض عليها. طيب هل تم اطلاع حضراتكم على متى ستبدا او متى سيبدا الدوري الافريقي الممتاز؟ الميعاد المبدئي لغايه دلوقتي اللي في اول اكتوبر، ده المتفق عليه او المعروف، بلاش تكون المتفق عليه، بالظبط، المعروف هو حتى المعروف. الان. انما بصوره نهائيه لسه، انا بقول لحضرتك كان كل حاجه فيها تحفظ كانها اجتماع تحضيري فيتلوه اجتماعات اخرى ان شاء الله. هل وجدتوا حضراتكم او عرفتوا ان هم مثلا لما يجوا المره الجايه او هيجوا امتى؟ لا دي ما حددوهاش، بس قالوا في زيارات مستقبليه هيكون فيها تطور في الموقف ومعلومات اكثر ان شاء الله. طيب نتمنى يا رب طبعا كل التوفيق للجنه المنظمه وللنادي الاهلي طبعا في هذا الامر.